السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خذوا من الحجاج لمكة والمدينة. نهار الخميس وقفوا الناس اللي هما في المدينة ما يدخلوش لمكة، يرجعوا لبلدانهم، وكذلك اللي في مكة ما يمشيوش للمدينة، يرجعوا لبلدانهم. وهذا راه باين، هذا دليل على انه فعلا تم تنفيذ تطبيق هذا الحظر على المعتمرين. عمرنا ما شفنا المسعى بحال هكا، شوف خاوي مره. هذا المسعى الصفا والمروه، شوف خاوي. الله يستر، صافي بقينا احنا هنا. يلا السلام عليكم.